السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة وصفتنا بسكوت اليانسوني، الهشي اللذيذ من حلاوته بجد مش عارفة أوصف له كلام. حلو قوي ومغذي جدا للأطفال، خفيف على المعدة. طبعا احنا عارفين ان اليانسون ده ليه فوائد كتيرة قوي، حلو للجهاز الهضمي والبشرة، وحلو جدا بيعالج القرحة ومعالج كمان للإمساك ومهدئ للأعصاب. بجد يعني ليه فوائد كتيرة حلوة قوي. عايزة اقول لكم ان البسكوت ده بجد خفيف جدا، ويعني خفيف على المعدة، وبجد هش كده وطعمه حلو. وصفاته بسيطة جدا، ومقاديره موجودة في كل بيت، ومش هياخد من وقتك كتير. بس انت امشي على الوصفات الصح، وامشي على الوصفات اللي هقولك عليها، واحنا شغالين كده اهو عشان يطلع معاكي البسكوت بالشكل ده ونفس اللون ونفس الطعم. عايزة اقول لكم ان طعمه خطير وريحته تهبل بجد قلب ريحة البيت كلها. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض ونشوف وصفتنا. انا معايا هنا كوباية من السكر، وكوباية من الزيت، واربع بيضات، اربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وثلاث كوبايات دقيق، وطبعا الفانيليا، وكيس كيك شيف، بس انا مش هستخدمه كله. انا هنا حضرت المكونات الجافة اللي هي عبارة عن ثلاث كوبايات دقيق في البولة زي ما انتم شايفين، ضفت عليها معلقة كبيرة بيكنج باودر، وضفت عليها رشة ملح، قلبتهم كويس جدا مع بعض، وهنركنهم على جنب بقى ونشوف المكونات السائلة هتبقى عبارة عن ايه. مكونات السائلة هنا معايا، طبعا هنضرب المكونات دي في الخلاط. اول حاجة هنزل بيها الاربع بيضات، والاربع بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، طبعا مادام ضفنا بيض يبقى لازم فانيليا. هنضربهم كويس جدا في الخلاط لحد ما كله يدوب مع بعضه زي ما انتم شايفين. هنا هو انا بضرب، لازم تضربي البيض كويس جدا لحد ما تتأكدي ان هو مع الفانيليا خلاص، لازم يبقى هش كده قبل ما تضيف السكر. هنا انا ضفت كوباية السكر بعد ما اتأكدت ان البيض اتضرب كويس، ضفت كوباية السكر كلها. عايزة اقول لكم ان المعايير كلها تبقى نفس الكوباية، يعني الدقيق والزيت والسكر نفس الكوباية اللي هتعايري بيها علشان المقادير تبقى معاكي مظبوطة. هنا هو بعد ما ضفت السكر وتأكدت ان ده مع البيض، هضيف الزيت، كوباية الزيت بالتدريج. الكوباية ضفتها على ثلاث مراحل، ضفت مثلا شوية وقمت شغلت الخلاط، وبعد كده الشوية التانيين وشغلت الخلاط تاني، وبعد كده الشوية الاخر. انا ضفتهم على ثلاث مراحل بالظبط، اتأكد ان هم ليه بقى انا ما ضفتش الزيت مرة واحدة، علشان يطلع معايا البسكوتة هشة كده ومفرغة من جوه واخد راحتها. لكن لو ضفت وكبست كله ضربت مرة واحدة مش هيديك النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين القوام؟ شايفين قوام المكونات السائلة اللي كان اللي في الخلاط اللي ضربناه في الخلاط، تقيلة وحلوة وعاملة ازاي. عايزة اقول لكم القوام اللي هيبقى بتاع البسكوت ده شبيه لقوام الكيكة، ولا بس الكيكة بتبقى اخف منها، هي تقيلة شوية عن الكيكة. يعني الكيكة اللي هي تقيلة، قوام الكيكة التقيلة اللي هي يعني هتشوفوا دلوقتي العجينة عاملة ازاي، ولا منها يعني هي مش عجينة، احنا عايزينها خفيفة كده، وعايزينها ولا منها تقيلة قوي ولا منها خفيفة قوي، هي اتقل من عجينة الكيكة حاجة بسيطة. هنا هو قلبتها بالمعلقة، بس طبعا هي مش نافعة معلقة خالص لان المعلقة بدأت تتقل في ايدي، فانا بقى هضطر ان انا عجنها بايدي. هنا انا ضفت معلقتين الكبار اليانسون، المفروض يعني انت لو عايزة تضيفيهم مع المكونات الجافة بتضيفها مع المكونات الجافة، بس انا هنا ضفتها اهو بعد ما ضفت المكونات السائلة اللي ضربناها في الخلاط، ضفت فيهم معلقتين الكبار اليانسون. وبعد كده هبدأ بقى الم العجينة بايدي، لان طبعا المعلقة تقلت، العجينة تقلت، القوام بتاع العجينة تقل، فالمعلقة تقلت في ايدي. هنا اهو زي ما انتم شايفين عجنتها بايدي كويس، دي العجينة بعد ما خلصتها هتبقى انا عايزاها كده بنفس القوام ده زي ما انتم شايفين، وهتشوفوها برضو دلوقتي اهي بالمعلقة، اهي شايفين اهي تقيلة شوية عن عجينة الكيكة. هنا انا جبت الصينية مستطيلة اهي زي ما انتم شايفين مقاس 30، انا هنا حطيت الزيت، زودت زيت فيها شوية. ليه بقى زودت فيها زيت؟ عشان لما تيجي تدخلي العجينة فيها، تصب العجينة فيها، العجينة وانت بتضغطي عليها بايدك كده تفرد معاكي بسهولة، ما تبقاش تقيلة. هنا انا بعد ما عكيت ايدي زيت من الصينية زي ما انتم شايفين، علشان ابدأ افرد العجينة زي ما انتم شايفين كده، عجينة البسكوت بالطريقة دي، هتبدأ كده تضغطي عليها كده ضغطة بسيطة لحد ما تفردي البسكوت في الصينية كلها. هتعمليها زيت كده من فوق ومن تحت على اساس تفرد معاكي بسهولة.
هظبط الصينية كده زي ما انتم شايفين وهسويها. هنا اهي عملتها في الصينية كلها. هنا انا مجهزة الفرن عندي على 180 درجة، هدخلها في الفرن على 180 درجة. هي قعدت معايا لمدة ربع ساعة. انتي ممكن برضو تبقي تبشريها، هي عاملة زي كيكة كده. هي طبعا ادت لون من تحت، فولعت الشواية من فوق تديها لون برضو، لان ما كانتش ادت لون، كانت ادت لون من تحت، فطفيت عليها الفرن عشان ما تتحرقش، وقمت لو انت شغلت الشواية من فوق علشان وشها يحمر كده شوية زي ما انتم شايفين. وهتسيبوها مثلا 5 دقايق، يعني ما تقلبهاش على طول. انا سبتها 5 دقايق لحد ما بردت، يعني ما بردتش قوي، لان انت لو سبتها بردت قوي هتنشف منكم. انا هنا قلبتها زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى اقطعها. طبعا القطعة اللي انت تحبيها، انا هنا بقطعها زي ما انتم شايفين، قسمت الكيكة كده. هي كيكة طرية كده بسيط، بس كل ما هتقعد كل ما هتنشف، وانت هتشوفوا الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. انا هنا قطعتها اهو زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة دي كده، قسمتها من النص وقمت قطعتها صوابع كده طويلة. وبعد كده هبدأ ارصها في الصينية تاني. عايزة اقول لكم ان ريحتها بجد كانت طالعة، ريحتها فظيعة بجد، وقلبة ريحة البيت، وكمان طعمها لذيذ قوي. هنا اهو هرصها في الصينية زي ما انتم شايفين، عشان هدخلها الفرن تاني علشان تتحمص بقى من جوة وتدي لون. هنا اهو برصها، اللي انا قطعته برصه تاني في الصينية زي ما انتم شايفين. شايفين كمان اليانسون باين ازاي في البسكوت اما قلبناه على وشه. شايفين اليانسون باين ازاي وشكله حلو. هنا انا هدخلها الفرن، هي اخدت معايا 10 دقايق. وبعد كده برضو يعني على اساس ايه من جوه برضو تستوي وتتحمص وتدي لون كده حلو. انا دخلتها الفرن اخدت معايا 10 دقايق، وبعد كده ولعت الشوايه برضو اخدت لون احمر كده من فوق الوش، حاجه بسيطه، لان هي طبعا لونت من تحت في الفرن وما لونتش من فوق. فانا طبعا شغلت الشوايه، فصلت الفرن وشغلت الشوايه ادت لون. شايفين منظرها من جوه مفرغه ازاي وهشه واخده راحتها جدا. شايفين اهو انا مقربه الكاميرا عشان تشوفوا منظرها عامله زي الكيكه من جوه ازاي، وبجد طعمها خفيف جدا. اهي هنا لما حمصتها وادت لون احمر زي ما انتم شايفين. دول انا هنا اهو بعد ما اتحمصوا اهو، شايفين شكلها عامله ازاي من جوه. بجد طعمها تحفه قوي، اتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم، بجد هتعجبكم جدا. وحلوه جدا ومغذيه للاطفال وللكبار كمان. هنا اهو انا رصيتها بقى عشان التقديم وكده في الطبق. عايزه اقول لكم بجد من البسكوتات اللي مبسوطه جدا وراضيه عنها قوي، ان هي يعني طعمها مش قادره اوصف لكم، لذيذه قوي وخفيفه، من الوصفات بجد اللي هتعجبكم. جربوها وقولي لي رايكم ايه، وهسيب لكم ان شاء الله مقادير الوصفه في صندوق الوصف. انا هنا عملت بقى كوباية شاي علشان اغطس فيها البسكوت قدامكم، وتشوفوا قد ايه البسكوت ماسك نفسه كده. ويعني انا حبيت اعمل التجربة دي قدامكم عشان تشوفوا قد ايه البسكوتة كده ماسكة نفسها وحلوة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، ولو مش مشتركين تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الحلقات الجديدة ان شاء الله. اشوفكم باذن الله في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.